الأستاذ أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، من السادة الوزراء ونرحب بهم جميعا السيد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان، والدكتور رمزي استينو وزير البحث العلمي، والأستاذ طاهر أبو زيد وزير الرياضة، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، والسيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، والأستاذ كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، والأستاذ هشام زعزوع وزير السياحة، وأيضا اللواء عادل لبيب، والمهندس خالد عبد العزيز وزير التنمية وزير الشباب. يحضر معنا أيضا الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، كما نود أن نشكر سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أرسل برقية رقيقة للتهنئة بالعيد وأناب عن سيادته وفدا رفيع المستوى للتهنئة بالعيد بالمقر البابوي برئاسة السيد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وضم الوفد اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية، واللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية.